بدأ مهرجان فينيس السينمائي يوم الأربعاء الماضي، وهالمدينة ما هديت أبداً. أهم النجوم والمشاهير بيتوافدوا يومياً، والكل بيتابع إطلالاتهم وتحركاتهم. ومن بعد فيلم الافتتاح The First Man جاء موعد عرض فيلم A Star Is Born، واللي طبعاً أبطالهم برادلي كوبر وليدي غاغا. وهالنجمين أكيد خطفوا الأنظار لما وصلوا ليقابلوا الصحافي ويحضروا العرض الأول للفيلم، بس الكلام كان أكتر عن ليدي غاغا يلي عملت ستيتمنت بإطلالتها. وهيك وصلت على فينيس ببو تاكسي وحملت وردة، وكانت لابسة ليتل بلاك دريس من جوناثان سيمكاي، ورجعت عملت دراماتيك انترنس بالوورد بريمير للفيلم. فرافقت برادلي كوبر ببيل بينك برينسس دريس من فالنتينو كوتور، وبدت بهالجاون مثل الفيري تيل مع السيلك أبدو، بالرغم من الأمطار الغزيرة اللي ما وقفتها إنها تتصور مع معجبينها، وعرفت كيف تتصور بفستانها اللي كله ريش، وأخذت الكثير من البوزز أمام الكاميرات. برادلي كوبر وليدي غاغا صاروا أصدقاء بسرعة خلال تصويرهم للفيلم، لهيك الكيمستري بينهم كانت واضحة على السجادة الحمراء وبالفيلم كمان. الفيلم بيحكي قصة فتاة عادية بتحقق حلمها وبتصير مغنية مشهورة بعد لقائها بالصدفة بنجم روك كبير بيلعب دوره كوبر، وبيصير بينهم قصة حب. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. وقبلها حضرت هي وبرادلي كوبر إيد بإيد المؤتمر الصحفي للفيلم بإطلالة ذكرتنا بمارلين مورو بفستان أبيض من لوي فيتون والشعر البلاتيني، وهناك حكيت إنه الفيلم يعتبر تجربة خاصة ليها. What was so wonderful about this experience with Bradley and why he's such an incredible director is that he really wanted to see me with nothing. And I remember very, very well, I walked down the stairs from my house before we filmed the screen test for A Star Is Born, and he had a makeup wipe in his hand, and he put his hand on my face, and he went like this, and there was makeup. We had put just a little bit, and he said, I want no makeup on your face. وبهالليلة نجوم كتار حضروا الفيلم لأول مرة كمان، فخطفت كيت بلانشيت الأضواء بفستان أسود ميزوا الريش من أرماني بريفي، وطبيعي تكون آيرينا شيك موجودة لتدعم برادلي، وطلت بفستان جولدن من فيرزاتشي، وكانت برفقة مديرة هالدار دوناتيلا فيرزاتشي اللي اختارت تلبس فستان أحمر.